السلام عليكم، معاكم مهندس عمرو شعبان، بكلمكم هنا من حي المال والاعمال، منطقه الاعمال المركزيه، سنترال بيزنس ديستريكت في العاصمه الاداريه الجديده. هتكلم معاكم النهارده عن الابراج اللي قدامنا دي، هنا سي 06، هنا سي 05، هنا سي 07، سي 08. تمام. الابراج دي احنا بقالنا بالظبط شغالين في الخرسانات بتاعتها بقالنا سنتين. النهارده الحمد لله خلصنا الوجهات الزجاج بتاع سي 07 سي 08، تمام، وشغالين في الابراج بتاع سي 05 سي 06 زي ما احنا شايفين قدامنا كده. اخر بلاطه اللي انا واقف عليها دي ان شاء الله هتخلص خلال اسبوعين. المبنى ده المبنى بتاع سي 07 سي 08 بيقولوا عليه البرجين التوأم. البرجين التوأم بيوصل بينهم في الدور 29 كوبري، تمام، كوبري ستيل. المبنى نفسه ارتفاعه حوالي 160 متر، وبيتكون من 30 دور وروف، وهنا عندنا بيزمنت دورين. البيزمنت بتاعه على مساحة 24,000 متر مربع، مساحة البرج نفسه حوالي 2000 متر مربع. طبعا زي ما احنا شايفين شكل الواجهات الزجاجية طبعا حاجة جميلة جدا، مستوحى من شعاع الشمس، فيها كسرات كده مستوحاة من أشعة الشمس. برضه قدامنا سي 05 سي 06، فيها ميكس كده بين الواجهات، حاجة جميلة جدا وآخر شياكة يعني. طبعا أي حد بيعدي دلوقتي من طريق السويس يقدر يشوف البرج الأيقوني، يقدر يشوف الأبراج اللي أنا بتكلم عليها دي كويس. أي حد من العاصمة الإدارية أو من الدائري الأوسطي أو الدائري الإقليمي يقدر يشاهد كل الكلام اللي أنا بتكلم عليه ده. الشغل هنا مستمر 24 ساعة في اليوم، احنا بقالنا سنتين شغالين، الحمد لله وصلنا النتيجة في النهاية. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم طبعا كل الابراج هنا، المبنى المنطقة دي عبارة عن 20 برج، كل الابراج اغلبها خلاص وصل لمرحلة الانتهاء من الواجهات الزجاجية. استنونا ان شاء الله نحكي لكم عن برجين تانيين قريب، وشكرا.